إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، كنربطوا بكم الاتصال مجددا هنا من قلب فاس من العاصمة العلمية للمملكة. صدق أو لا تصدق، في مغرب 2024 مازال الناس هنا للأسف في مدينة فاس ما عندهمش الضوء، ما عندهمش الماء. هذا الشيء غيظهر لكم غريب عجيب، غتقولوا ربما احنا في شي منطقة قروية، لا احنا في منطقة حضارية، احنا في مقاطعة المارينين، احنا في منطقة ديال بلاد الجاي ظهر الخميس بن سليمان. هاد الناس للاسف راسلوا رئيس الجماعه وراسلوا المسؤولين ديال الجماعه مرارا وتكرارا، هما عندنا هنا مراسلات ديالهم. سنه يعني 2023 في 16 اكتوبر راسلوه رساله الى رئيس مجلس مقاطعه المارينيين كيطالبوه بتزويد بالماء والكهرباء. سلامة بوجود مولو الإيمان سيد الرئيس، نحن الموقعين أسفل نتقدم إلى سيادتكم بطلبنا هذا، وذلك من أجل ربط الحي المذكور بشبكتي الماء والكهرباء كباقي أحياء المنطقة. مجموعة من الرسائل وموقعين عليها هاد الناس، ولكن للأسف يعني مجموعة من المراسلات اللي راسلوا بها رئيس المقاطعة ديما كيعطيوهم الوعود ولحدود الساعة ما كاين والو. يعني أنا بكل صدق 14 عام وما كيراسلوهم وما كاين والو. خليكم معنا تشوفوا الظروف كيفاش عايشين بلا ما بلا ضوء. راه ما كيبعدش علينا هنا احد الفنادق المصنفه الا 400 متر ولا 500 متر. راه المنطقه ديال الدار الخميس هي هذه بن سليمان. خليكم معنا غادي نسمعوا هذه الشهادات اكيد على لسان الساكنه هنا، ونتمنى الصديق باش انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق هذا البث المباشر من اجل ايصال الصوت ديالهم. غادي نبداو بالشرفه. اش معايا الشريفه لهنا؟ السلام عليكم لالا. وعليكم السلام سيدي، الله يرحم الوالدين. كلشي بخير؟ شنو الحمد لله سيدي. سيدي المشكل اللي عندنا ديال الضو والماء، حنا مكرفسين، الصيف البرد الشتاء، حنا قرابين بزاف، ماشي بعادين، نقولوا شي بلاصه بعادين. حنا محسوبين على سميتو، محسوبين على منطقه الميرينيين، كلشي قريب لنا. خصنا غير واحد شويه، عندنا غير بوطو غيوصل لنا الضو، عندنا غير واحد التيو قصير ماشي حتى كبير بزاف يوصلنا الماء والضو. عينا نشدناهم عينا. انا 14 عام، انا راه عندي التواصل، عندي كلشي، هذا 14 عام وانا كنناشدهم والو، ما كاين حتى شي حاجه. شكون كتراسلوا؟ جهه المسؤوله؟ كنراسل انا جهه المسؤوله، هذه جهه البلديه اللي حدا سميتو البلدي المقاطعات المارينيين، والبلديه اللي في حدا سميتو ديال عين قادوس. نعم. شنو كيقولوا لكم؟ ما تيقولوا لنا غير سيروا دابا نجيو، دابا نشوفوا. هذه راه 14 عام. وحنايا راه مده 70 عام وحنايا هنايا، حنا راه قبل ما يتبنى فاس كامل، وحنايا هنايا، حنا هما الاولين، وراه دابا هما حنا التاليين. دابا الله يجازيكم بخير، حنا هذا النداء كنناديو به المسؤولين. الله يرحمكم الوالدين، خافوا شويه من الله، خافوا غير من سيدي ربي، راكم معدين علينا وظالمينا. دابا كنناشدوكم وحنا كنناشدو سيدنا، الله يرحم الوالدين. اسيدنا شوف فينا، شوفها راك كتشوف كل شيء، وراك كتعرف كل شيء، وراك كيوصلك كل شيء. دابا الله يرحم الوالدين. اسيدنا انا كنناشد سيدنا، انا ما بقيتش كنناشد المسؤولين. الله ينصر سيدنا، الله ينصره، الله ينصرك اسيدنا. شوف فينا، شوف هاد الرحمه، راك كدوز انت عند المريني، راه حنا لوطيد المريني، راه حنا قرابين المريني، قرابين اخويا. شحال تقريبا ديال المنازل اللي ما عندهمش الضوء؟ عندنا سيدي، عندنا هنايا، عندنا هذا المنزل هذا، وحنايا عندنا اربعه هنايا الفوق، اربعه عند الراس ديال بن سليمان، حدا بن سليمان، شي 26 واحد بينا، كلهم لا ظلامه، عايشه العذاب، حنا معذبين سيدي. الله يرحم الوالدين. الساكنه يعني ديال المنطقه هنا، فاكيد حنا جينا باش نوصلوا صوت المواطن، هذا راها مهزله. في مغرب 2024 مازال الناس ما عندهمش الضوء، مع العلم على اننا في منطقه تابعه لمنطقه حضاريه تابعه للمقاطعات المارينيين، وحتى السبالات اللي كانوا كيجيبوهم الماء ما عندهمش، السبالات تقطعوا للاسف. خويا انت مقطوعه. وعليكم السلام ورحمه الله، تبارك الله عليك. خويا انت احد الساكنه ديال المنطقه. احد الساكنه هي. واخا خويا قربنا من المعاناه ديالكم، كيفاش عايشين؟ المعاناه ديالنا عايشين لا ما لا ضو. مازال شي واحد دابا تيمشي بلا ما ولا ضو. لا ما لا ضو. تنمشيو على الحمير، كانوا تديو الناس سميتو باب قيسه فيها السقا يقطعوها. نعم. كانت هذه هنايا الفوق قطعوها. نعم. كاينه عين ما كاينش تقبوها، ما كاينش، ما عندناش من الماء. نعم. ما عندنا لا ما لا ضو. دابا مثلا نجيبوا لا ما، منين نجيبوه؟ تمشيو دابا عند الناس للضيوف يعطيونا بويدو ديال الماء باش نشربوا. نعم. باش نشربوا، هادشي اللي كاين. خليك معايا، اجي تشوفوا معنا متابعينا. وقبل قليل احد الاصدقاء اللي هو هذا بطبيعه الحال قال لي انا كيمشي حتى لباب القيسه، السقايه ديال باب القيسه باش نجيب. اجي تشوفوا معنا كيستعمل يعني الحمار والبيده عزكم الله
باش ينقل الماء. للاسف ما يمكنش واش حنا غادي ننظموا كاس العالم ومازال عندنا هنايا الناس فاس ما كيلقاوش منين يجيبوا الماء. فاذا هنا مجموعه من علامات الاستفهام، حنا باغيين الخير لبلادنا، باغيين نخدموا هذه البلاد، باغيين فاس تنمى. راه حنا في فاس يا عباد الله، راه حنا ماشي في منطقه قرويه خارجه على المجال الحضري، حنا في المقاطعه ديال المارين. جي معايا مشي على الريزو. سمحوا لي على الانقطاع بسبب الريزو، كيمشي الريزو هنا. ها انتما كتشوفوا راه هذه هي الحياه ديال هاد الناس، فدائما كيمشيو باستعمال الحمير والبغال. حنا بمقاطعه المارينين، ها هي باش تعرفوا الموقع اللي كنتواجدوا فيه. هنا ظهر الخميس بن سليمان، هذه بلاد الجاي كيعيطوا لها بلاد الجاي. غادي نسمعوا احد الشهادات، يعني احدى الشهادات ديال الشاب اللي كيعاني في الحصول على الماء الشاروب، وكينتقل حتى السقايا ديال المدينه القديمه من اجل جلب الماء. خويا العزيز تحياتي لك. وي السلام عليكم. السلام خويا، جينا باش نقربنا من المعاناه ديالكم. حنا دابا الان في مدينه فاس ومازال الناس كيسقيو الماء بالحباب. مازال تندخلوا الباب الكيسه، تندخلوا تنطلعوا للديور. دابا حتى السقايه تقطعوهم علينا. تنطلعوا للديور تنسعوا الماء، كاين اللي يعطيك الماء كاين اللي ما يعطيكش الماء. راه حشومه هذا الشيء، هذا داخل المدينه ماشي خارج المدينه ولا بيناتنا ما كاينش. انت تتشوف بن سليمان مقاطعه المرينيين تعيينا مناش داعيين، ما كاينش اللي كيقولوا لكم. تيجي تيقول لك تمشيو لعندهم الرئيس الجماعه عينا، ما مشيو لعنده. فاش تلاقيناه قال لك وسيروا دابا نجيب لكم الجنه، دابا نخرجوا الجنه. وهذه راه مصيبه من ديال الوقت حنا تناخذ. راه حشومه هذا الشيء، هذا والله حشوم. واش حنا ما نشربوش؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ رابطين ظهر الخميس بالماء الا نتوما وضوا، علاش؟ ما فهمتش اخويا، ما فهمتش هذا الشيء هذا، علاش؟ واش شي حاجه يقولوها لنا شي حاجه باش الاخر؟ واش حنا ما نبقاش الاخر هذا الشيء هذا؟ راه بزاف، راه حشومه. كتمشي يوميا؟ يوميا تمشي بهذه الدابه هذه. راني فرعت واحد، حاشاك راني فرعت واحد اخر راني حاطه ليه، انا عاد شريت هذا. ها هو مسكين، هو تيعاني حتى هو معانا. سوا تيعاني بالباده ديال الماء والبوطات، وتنطلعوا حتى للمدينه الفوق باش نجيبوا الماء، حنا قرابين من الماء. راه حشومه هذا الشيء هذا. نعم، والضو بالنسبه للضو حتى هو ما عندوش. حتى الضو تنشعلوا الشمع هنايا. حنا تنشعلوا الشمع هنايا والعقارب عندنا والحنوشه. انا عضتني عقرب، راه عضتني عقرب مع 6 د الصباح، ومشيت للطبيب حتى 12 د النهار. نعم. وحنا ما شفتهاش انا هذيك العقرب عضتني، يكون قتلاتني باش حنا نشوفوا برا. تنخرج واش خاص الشمعه تشعل لك برا؟ نعم. ما تعلقش مع برا. راه حشومه هذا الشيء. واش حنا مستعملين الناس؟ كاين الناس دابا كنشوفوا لهيه، كاين المجال القروي اللي هو هذا، راه هو المجال القروي. هذوك عندهم الضو، ذاك المجال القروي عندهم الضو. مولي يعقوب هذوك، هذوك سيدي احمد البرنوسي. البرنوسي على مولي يعقوب، اقليم مولي يعقوب. اقليم مولي يعقوب. هذوك عندهم الضو ذاك المناطق، وانتم هنا في فاس ما عندناش الماء. شو شحال بيناتنا؟ شو شحال بيناتنا؟ نعم. شو شحال بيناتنا؟ نرجع لعندك واختي. كنشوفوا العالم القروي عندهم الضو، انتم ها هما حدانا عالم القروي هو قبالتنا، راه ما بيناتنا هو قبالتنا انفاس ديالنا. ملي كنقولوا لهم كيفاش هادوك عندهم الماء، تيقول لك هادوك على مجال القراوي. شكون اللي خصو يكون عليه الاولويه؟ واش مجال القراوي ولا مجال الحضاري؟ حنا راه قرابين ماشي بعادين، حنا بغينا الماء لكلشي والضو لكلشي. ان هذيك نعمه عطاها لنا سيدي ربي، واش نبغيو هما يتحرموا من العينين ديالهم؟ اسيدي الرئيس ديال البلديه، ديال البلديه ديال عين قادوس، البلديه اللي محسوبه على الميرينيين، قال لك الرئيس ديالنا. فاش مشينا لعندو تجمعنا كاملين، مشينا 26 ديال الناس. منين مشينا لعندهم بدينا كنهضروا مع الرئيس، قالنا انتوما ما محسوبينش يا سيدي، قال لك حنا ما محسوبينش، قال لك حنا ما محسوبينش.